عودة شعرية، عودة ميسانية، عودة إبداعية، عودة حكيمية للحكيم فد والقلب فريزي. بعد روح حياك الله استاذ حكيم، مرة ثانية لك حيا الله من قال. قبل الفاصل كنا نسولف عن الناس اللي تحبك وناس اللي تكرهك. نعم. قلت لك اكو ناس تكرهك. نعم. يكرهونك لأن أذيت مسامحهم وإبداعك. أذيت جفوفهم بالتصفيق. الله يسلمك الله يخليك. شكرا لتألقك، شكرا لإبداعك. على راسي. حكيم صاير تنسى؟ والله هواي انسى. ها علي زين. اعدائك تنساهم لو خليهم بالك؟ والله يعني احيانا. زين، برايك الدنيا خلصت؟ لا ما تخلص. شلون الدنيا ما خلصت ولا بتجي بيك؟ ها ايه بيلك عازه وتجيبك عازتي بالقاهه. طول لسانك بعد خلقي طويل. الدنيا ما خلصت ولا بتجي بيك، بيلك عازة وتجيبك عاستي. طول لسانك بعد خلقي طويل. أنا أحب أخذ الثار براحتي. الله الله. وروح من براحتك ومن اشتهيك جرة جرك بس أذب سنارتي. الله. هواي أنا مسوي لك وما سولفيت. زين. أحكي بس سويته مو من عادتي. الله. وما أفش لك باكر من نطب مضيف، أنا عرف لها من أحطها حشايتي. الله. تسولف بظهره وقبل تركض وراي. والمصيبة النوب صاير شامتي. الله. سؤال. ايه. ما شوياك بطمع. ايه. حاشا عليك. ايه. بايقك بالليل. عيد السؤال. سؤال. ايه. ما شوياك بطمع. حاشا عليك. بايقك بالليل. زين. ماخذ حاجتي. طايح وما شايلك. ايه. شمتان بيك. عايفك من زينة صارت حالتي. الله. مسوي زلة وياك. شاتلك عزيز. لا والله حش. انت هم حاجيني شنو هسوايتي. الله. وانا بكله الراضي. زين. بس قل لنا مو تشلون لك عين وتشيل جلاس. الله. بيك عيب بساعة قل لك بيك عيب. الله. ما اجامل. زين. انا مثل مرايتي. الله. سمت روح وما لقيت اللي يشترون. غالي هل شحوا علي شرايتي. الله. عمر كامل ما مدنق الراس يوم. اي. ورادة وبكل صورة دنك هامتي. زين. موش بدوي. ها. وداحتك بس طبعه هيك. الله. انسى روح وما نسيت طلابت. الله. خير صار بجيب هل ما بيها خير. الله. كانت تلو ذل حد رعبايت. الله. العوز وازانه وعلي ما خلثو. وصلف ما كشخيت بالممات. الله. وما احمد لك بس بعد من الله هيك. عنا خو بيدوم اشق دجداشت. الله. عنا خو بيدوم اشق دجداشت. الله الله. بعد روح. الله. فدوى. عنا خو بيدوم اشق دجداشت. الله الله. فدوى العينك. عنا خو بيدوم اشق دجداشتي. عنا خو بي. اي حكيم، وصلت بك مرحله ندمت على قصيده بحيث تشقها؟ ندمت على قصيده كتبتها حياتك بمسيرتك الشعرية، كتبت قصيدة وطلعت مو محلها مثلا؟ ما تندمت على قصيدة. زين. بس كان اكو بيت مكتوب يعني ومحيته. تندمت عليه؟ تندمت عليه. تشقه قدام السادة المشاهدين؟ لا لا ما، بس قلت لك هو نسى يعني حتى ما احكي بيه. والله. انت ما تحكي بيه هذا ابد ما اخلي ببالك. اي ابد ما احكي بيه. عفوا. زين، المهرجانات الشعرية. نعم. اللي شاركت بيها، يا مهرجان باقع عالق بذاكرتك، خليت بيه بصمة. انت كل المهرجانات موجوده بها بصمه. مهرجان عبد الحسين الحلفي حبيته كلش. خلى بصمه راحة. كل الولد خلوا بصمه. زين. اي بس حبيته كلش المهرجان. ومهرجان بمدينه الصدر كان. خلينا مهرجان عبد الحسين الحلفي. من قريت بين جمهور البصره. وانت جاي المهرجان عبد الحسين. عشت دور الخوف؟ عشت دور الطمانينه؟ لا والله خوف. عشت خوف من جمهور البصره لو من عبد الحسين الحلفي؟ لا والله من يعني من عبد الحسين الحلفي انا اصغر. زين. من ارثي عبد الحسين الحلفي. زين، انت بحياه عبد الحسين ما لحقت تقرا قباله؟ ابد. بما مات لحقت تقرا قباله؟ اي. مو؟ اي. زين. وشرف عظيم هذا العظمه لله. قريت قصيده عبد الحسين الحلفي. اي. شلون كان وياك جمهور البصره؟ كلش حلو. والله العظيم. زين، المهرجان الثاني. المهرجان الثاني مال عبد الحسين؟ لا، المهرجان الثاني بعد. المهرجان الثاني بمدينه الصدر كان بمحرم. اي. وين بيا مكان؟ مدينة الصدر بقطاع 28 لو قطاع ما اعرف 30 والله نسيت. منو كان وياكم من الاسماء؟ كان وياي علاء العيساوي. زين. تحية له. وكان وياي صباح العتابي وكان وياي محمد
لك الشيطان محمد العاجيبي كانوا وياي يعني هو اسماء كل هو احمد الذهبي كانوا وياي هو شعراء نسيت صباح العتاب كانوا وياك كمل ايه كانوا على طار صباح انت مبدع صباحا ومساء حكيم فدوا قلبك اينما تكون الله يسلمك القصائد كثيره والابداع كثيره وصلت الى مرحله الناس تطلب الكثير من القصائد عاده ما يكون شاعر الناس تطلب منه قصيده قصيدتين بس انت اكثر من 3 قصائد اكثر من 4 اكثر من 5 قصائد مطلوبه على حكيم الفريجي اكو ناس هواي تسال مثلا يشتاق لك يفتقدك من يلقاك يقول لك شين اخبارك شين انت وين ميت عديد إيه انت من يشوفك واحد إيه ميت تعبان بس ما قلت قال لك هالشيء إيه من كثر ما شف الضيم وقهر زين ما اذكر تشموته انا مثل من كثر ما مر على روحه تعب قمت ابقى هوجا لو تعب ما شف الله من حدبت مو مثل هاي الخلق الناقه صفنت علي من حدبت الله بصفاح سيف وطاب على الظهر الله كل هذا ويقولون ها ما نمت يحجون له على الحرق وانا قطن زين هي خباثه مدرسوش الوقت الله الناس مثل الذله ما تنجرى الله 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 يعين الله شلون يمهم عشره الناس مثل الذله ما تنجرى ما تنجرى اي والله يعين الله شلون يمهم عشت تاخذني حتى النسمه لما تمر مو زلمة انا تراب كاغت صرت الله انا رمات كاغت صرت مهموم وضحك موش من كل قلب مهموم وضحك موش من كل قلب لو غنت بي قلوا لي تكبرت ومحتار ما بين الضحك والبكي زين وما بين اهل القال واهل القلت زين جبت المن اطيق محتار ما بين الضحك والبكي وما بين اهل القال واهل القلت المن اطيره للحزن للفرق للحزن للعشق للعوز للنجمات والله حرت الله والله حرت جبت العمر ويا ربع مثل الزرع يذبحون بي لو دروا بي اكبر الله يذبحون بي لو دروا بي اكبر ثار تكذب للناس ستر وغطى وثار انا ضايع لان ما كذبت ذبون ذبت قطف وبنص بحر ومكسور بس قوه على روحه فجت ذبون ذبت ذبون ذبت قطف وبنص بحر الله ومكسور بس قوه على روحه فجت والمشكله يقولون اللي تغيرت شاموش رحمه تغيرت ما متت الله والمشكله يقولون اللي تغيرت شاموش رحمه تغيرت ما متت مسلوم نص وشاد روحه بحبل زين علا اطيح وناس تسمع طحت ايه زامطني وقت وشب قال ايدي وما ثقل نجدام ورحت عاركت خليني ارد بصواب بس المهم من زامطان فزعت ما دنقت الوقت رادي ذن بس ما قدر هو انا قبله هواي شفته وعفت العوز ضكني وناس مرت علي وفرغن جيوب وبلها لعزبت الله وصوفرت بس مو سنبلانه بشر الله شنه السبب كلها بمناجل هجت وصوفرت بس مو سنبلانه بشر زين شنه السبب كلها بمناجل هجت وقالوا لي تقضي شويه حط لك صبر وتاليها شو عمره قضى وما قضت الله امنا بشي قالوا وحن عليهم ترى ومنضحك يقولون دنيا صفر الله ومنضحك يقولون دنيا صفر الله صوفرت شلون صوفرت صوفرت بس مو سنبلانه بشر هم صوفرت الشخص تريده يرجع لا ما صايره بعد وياي ما صايره يصير هذا الاسم اللي وصلت لحكيم الفريج الان الان طموحك البقاء في هذا المستوى ام التجدد ان شاء الله بزودكم وبزود الجمهور الله يخليك انت طيب توفيق الله زين. سبحانه وتعالى الله يوفقك واقول لك ان الله يريد يوفقك ما يصير قدامك حاجز ابد مستحيل انت دافع على الله دافع على الله روح نجحت في دول امرك حكيم انت عصبي اغلب الاوقات بصراحة اي والله عصبي اي عصبي والله من اللي بردك صديق لو شتى لا والله هو انا هيك ابرد انا اتعصب واحد وابرد واحد والله الله عليك فدول الله على طيبتك يا الله يعزك يا اخوي فدول شعراء شباب نعم تسمعهم دائما يحب تسمع لابداعهم تتمنى يكونون اسماء مهمة والله من كل العراق هواي هواي شعراء عندنا والله بس انا خاطر تكون بواب لهم من خلال هذا البرنامج لا دقيقه بس انا للعلم يعني قلت لك دائما اسال المن تسمع زين
انا سعد محمد الحسن مركز علي ما اقدر اسمع غيره ما اعرف يعني مركز على قصائده ويعني اكثر استماعه اليه فيعني والشباب مرات يعني تصير عنده ابيات والشباب كلها ما شاء الله تريد توصل هسه وكلها جاي تطلع الحمد لله والشكر اعلام موجود فيعني قلت لك ما اسمع قلت لك انا سعد محمد الحسن احبه كل شيء والله تحب سعد محمد الحسن احبه يعني اقرا له دائما واسمع له دائما شاركت برثاء سعد محمد الحسن والله موجود بباله هذا الشيء ان شاء الله لا يعني بمهرجان لا لا شاركت. ما شاركت اي ما شاركت ما توجهت لدعوة حتى أشارك زين كتبت حتى لو ما توجهت لا ما كتبت ما كتبت إيه ما كتبت إذا بس ذكرته بقصيدة عبد الحسين الحلفي زين إيه شلون كان هو ذكرته والله ما أدري نسيته يقول سعد والله هيك يعني حرق روح العزيزة وجاك لهفان إيه هيك وقال لك وقل لك ما ادري انا نسيت والله القصيده ربطت بيها كاظم اسماعيل القاطع ربطت بيها كاظم اسماعيل وربطت بيها سعد محمد الحسن زين كاظم اسماعيل القاطع شو يعني لك شاعر كبير عريان السيد واجهه للشعراء هم اثنين هم واجهه للشعر الشعبي إيه؟ انت اليوم تقول لك حتى من تريد تحكي تقرا شعر شو يقول لك شنو انت كاظم اسماعيل القاطع انت عريان فهم واجهه يعتبرون القصيده اذا قريتها بالمهرجان مثلا وما شكلت نعم وانت مقتنع بالقصيده نعم. شو راح يكون موقفك على هاي القصيده انت مقتنع بيها بس هي بالمهرجان ما اشتغل تظل يعني نفسي تظل قصيدتك تظل قصيدتي تظل عزيزه وكريمه أكيد وفاضله اكيد 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 والله زين المواقف واجهت حكيم مواقف او ضربه صحتك وقمت من عندها قائد قمت من عندها قوي والله مرت بيك مجرد أنا مر بيك موقف صحاق خلاه قوي السجن ايه والله زين أيه. الشاعر ينسجن الشاعر هو ما لان بلبل وهي يسجنونه زين يقولون الشاعر الشاعر ينسجن يطلع خيال افراج ايه مو هيك لك هذا البيت اكيد مو هيك صحيح زين خيالك طلع برا أيه. السجن ايه والله الله والله بتشوق قال يا الله اليوم ولا انت انت مقدم بس اريدك حتى لو البيت هذا اللي الشاعر اللي توارد اعتقد هيك اكو بيها الشاعر توارد مدري من قد ما بالسجن ما اعرف شلون والله ما حافظها والله ما حافظها انا متشوق اسمع الابداعك اليوم احنا والجمهور والكاميرا واستاذ ياسر وجميع الاخوان اللي حاضرين ويانا تاجر والمشاهدين تاج الراس نسمع الابداعك وتالقك من جديد في الدول عمرك عينه طاحت على الدرب مدرى عليك زين عينه طاحت على الدرب مدرى عليك ما اعرف بس هي طاحت من وراك خوش روح من يوم رحت ملتهيه بيك وانا عايفها وادور على خدك الله وشمال رايك مو كنت محبس بديك الله وزله ما ادور لك مدور رضاك الله وضاج خلقي ايه وقمت اشوف نهار لي ورحت ادور خلقي خاف ان نساك الله وما نساك الخلق بدو انت ثار الله وما نساك الخلق بدوي وانت ثار وانت ثار زين ما يشوفك نعم بس يبقى برجاك الله ما يشوفك نعم بس يبقى برجاك ماي قلت لك لا تصير الكل تجيك زين ماي قلت لك لا تطيح الكل تجيك زين لساني يا ما قالها وما حسساك الله وقلت لك الفكر بعقله يلاوقوم اي وانت فكرك كان كله بمشتهاك الله بدرب قلت لك لا تطب ما بي دليل أي. وما خذيت حكايته وخلقك خذاك الله وسامحت بس المسامح مو كريم سامحت بس المسامح مو كريم ها لان من خنته نسى وما عثرك الله وهو يبكي الليل كله وما يقول زين ولا لسانك بال شامت سولفاك الله وما اظن مثل بشر يحمل عفاك وانت يا صفحة جهل يصعب طواك الله وقلت اعوفك واللي يعوف الزلة زين الله وقلت اعوفك واللي يعوف الزلة زين وهو الله اشتم احسن من هواك ومن جلاله مدلق وما اطخ راس وما اجي كله تجين انت برضاك عقال طبع شلون خاكي اصير شلون قال لك قلبك تحطه بقفاك الله شلون قال لك قلبك تحطه بقفاك الله وهاي هي وكل من يروح بطريق زين انا رد القاعي وانت مشي لسمعك الله انا رد القاعي وانت مشي لسمعك الله بعد قلب الله فدوة سامحت
بس المسامح مو كريم. هي أول مرة تصير. إيه لأن إحنا ندري بالمسامح كريم. شاكونا كريم عثر. زين. أنت تسامح؟ لو صعب تسامح. أسامح. لو بس بحدود. بحدود. زين. كل شيء إليه. إيه. أكو مرحلة وصلت لها ما تقدر تسامح. أكيد. إيه. والله محتفظ بين نفسي ما أقدر يعني. زين. إيه. أنت منعزل؟ قبل بس هسه لا. ما بعد ما قدرت انعزل. اكثر اصدقائك شعراء ولا مو شعراء؟ لا اكثر اصدقاء ناس يعني عاديين ما ادري بالشعر ولا هالشيء. مو شعراء؟ لا مو شعراء. رياضيين وشيء هيك. شاركت بمهرجانات الجامعه حفلات تخرج؟ نعم نعم. شلون تفاعل طلاب الجامعه؟ كلش حلو يحبوني. والله. بيا جامعات مثلا؟ جامعه الصادق بالعماره وجامعه هواي والله حتى نسيت. خارج العماره؟ خارج العمارة ما شاركت، دعيت بس ما شاركت. والله بس لأن كان ظرف عندي. جامعة كانت بالبصرة أعتقد. جامعة بالبصرة. زين. حضرت حفل تخرج بالبصرة. همه. إيه. يا محافظة تروح لها تحس روحك رايح للعمارة. البصرة. البصرة. إيه. يا منطقة بالبصرة مثلا أصدقائك ناسك. متفرعين مو منطقة واحدة. إيه. يعني أبو الخصيب بالحيانية بالجزائر. بال يعني ايش في هالمناطق. والله ابداعك وصل لكل المناطق هذا والله ما ادري ايش اقول لك. كل المناطق يا منطقه تروح لها يعرفون حكي. اي والله انا هذا جاي اشوفه بعيني اللي جاي يا منطقه. هذا مو تواضع. هو يعني هو مو قصه عود يعني له هو هاي الحقيقه. الحمد لله انت تسولف لي بحقيقتك. الحمد لله احنا اليوم انا اعرف حكيم واعرف شاعر الحكيم واعرف قصه الحكيم بس الناس والساده المشاهدين تريد تعرف اسئله مطروحه على حكيم. من ضمن الأسئلة اللي انطرحت يقولون حكيم ما يجاوب على الخاص بالفيسبوك. الله ما يجاوب على المكالمات. والله العظيم يعني اسلوبه يانا من الخابرة مرات. لا لا والله ما عندي لا بالعكس هو لو ما يحبني ما يخابرني. زين. بس انا قلت له قدر الامكان انا مرات لو نايم لو مثلا تليفون ما يمي. ورسائل الانستغرام هواي كلش يا والله. شاعر خابره كنت نايم حمزة الحلفي. شلون؟ اي والله كان بيها كنت انا اشتغل. زين. اشتغل بمستشفى. ف اشتغل بالمستشفى. اي انا تعالج الناس بالشعر. لا كنت بال في دور اهلك. لا كنت بال على النبي بال يعني هيك اسجل اوراق مستشفى الجامعه اللبناني. اي فاسجل اوراق اسجل هاي الشغلات. المهم فقلت لك انا انام الساعه ب 12 لو بالثنتين قمت واقعد بالسته بين ما احضر روحي وهو بالعماره وانا بالمجار. بين ما احضر روحي المهم انا لازم لي غاده 8. اكل يوم نمت بثلاثه. زين. دق تليفون بثلاثه. اي دق مره مرتين ثلاثه. زين. قعدت قال حكي الساعه بالخامسه ما ادري بالاربعه جاوبت قلت له تفضل. شكو شو تريد؟ شاي مال نوم. اي قلت له شكو شو تريد؟ قال حكيم الفريجي. قلت له حكيم الفريجي. قال انا معجب. قلت له شو وقت معجب هسه الليل هذا شوي. قال والله بس انا احبك وما ادري شنو. ما قال لك انا ما قال لي. زين. قال شب لك انا حمزه الحلفي. قمزت. قلت له استعذر العفو واعتذر بس قلت له والله انا نايم وهاي. شلونك حبيبي شو اخبارك؟ المهم الله يسولف وياك. نسيت النوم من قال لك. نسيت النوم. زين. حمزه الحلفي هذا كان بمثابه حلم. ايوه مو هو انا يعني اول شخصيه تخابرني. اي يعني اول مره الحلم تسمع باذنك. اي هو اي حمزه الحلفي. حمزه الحلفي شاعر كبير. طيب. واسم مهم. إيه؟ وشهاده كبيره اشاد بيك الكثير في الدول قلبك. الله يسلمك. بيك بكثير من البرامج. الله يخليك يا عزيز. حكيم اليوم الفريجي سالنا الاسئله عن حياته الخاصه. نعم. عن اموره. اسلوب حكيم بالكتابه تقلد لو بقى هو حكيم؟ تشوف اكو ناس تقلد حكيم؟ والله قلدوا الناس. تقلدوا؟ اي اي قلدوا. زين. شو تقول لهاي الناس اللي تقلد؟ شكلهم كيف؟ ها والله بس هو اللون المهم يقدم. الحمد لله وشكر. هو اول تعرف الناس المن. اي بس يعني قلت لك تقلد مثل يعني على قصيدة شو اسمه الدنيا ما خلصت يعني هالمشوياك بتظلوا يسوون مثلها. ها اي تقلد. ايه؟ بس روحيتك ما تتقلد. في دول عمرك. طيبتك ما تتقلد. الله يسلمك. ان شاء الله البركة كل الناس وكلها طيبة ان شاء الله. الله يخليك. في دول عمرك. الله يسلمك.
حكيم سمعت نصايح قبل لا تنطلق او من انطلقت للنجوميه وصلت للمركز النجوميه؟ سمعت نصايح. نصيحه ظلت ببالك قالوا لك راح تصير وراح تلقى لك ناس وتلقى لك اعداء؟ نصيحه دائما تنطلق عليه من الشعراء يقولوا لاكو فد فئه محدده لا تمشي وياها. فما احكيها. لا اكيد ما نحكيها. اي فئه محدده قال لا تحكي وياها. زين. لا تمشي وياها قال لان ما يفيدونك. الحمد لله والشكر انا ما. والله العظيم. انت يعني كانوا شعراء حتى احمد الذهبي اخر نصيحه هو نصحني. قالوا لك فئه محدده. فئه محدده. بس انت المناطق اللي وصلت لها مو محدده، وصلت لكل المناطق بالعراق. لا قلت لك وصلت بابداعك وصلت بتعليقك. قلت لك هاي النصيحه اللي ظلت ببالي ما انت جاي تسالني، قلت لك هاي النصيحه اللي ظلت ببالي. نصيحه هاي الفئه ما هاي صارت بمثابه حكمه. هاي حكمه. حكمه لحكيم. صحيح يعني شفتها صحيح. انت من باوعت لها وشفتها وقصت وضحها. لان قلت لك مو بس احمد يعني هواي شاعر اللي كنا يقول له هيك وهيك. الذوق لك، الشاشه لك، والكاميرا لك. بعد يلا ايش تقرا مخيم؟ ايش نقرا؟ يا ريت الجديده. لا هو انا قريت كله جديد بعد. كله جديد. شنو ببالك اقرا؟ ببالي شنو هجيتك؟ شنو هجيتك؟ شنو هجيتك جاي تفزع لي؟ زين انتهيت. النار بشرك كلت حتى عبايتي. الله شنو هجيته؟ جاي تفزع لانتهيت. زين النار بشرك كلت حتى عبايتي. ايه كان تشمت جاي. مية هلا بيك. خوش شنه واحد انت لو ظلت علي كان حتى ابن امه صاير شامت. الله انا بكل شخص تلف عن الخلق هاي. يا اهل حميله قفاي احكي بقفاي. الله والاعزة شح علي بعاستي. زين أنا سالفتي يا وادم سالفة مدوهن وروح عليلة وخايفة الله وفقر حظماع الدوانة بظهر أبوي والبخت لا شافني ولا شايف الله ومن كثر حزن بجت لمرايتي الله أنا الأحباب أصبحوا كتالتي الله أنا هذا حتى باكر من نموت يجوز بالحرثة تظل جنازتي الله بخير صارت حالتي للناس أقول وأنا تشاتل هلت بتشي حالتي الله بخير صارت حالتي للناس اقول اي وانا تشاتل هلا تبكي حالتي الله وجروح بي بقت شعر روس البنات اي جروح بي بقت شعر روس البنات واضحك وما يوم صفنت رايتي الله وهذا انا ش ما طحت ارجع واقول خوش وفارغ ابدا ما ترد سنارتي زين لكن انا الغفل المسمي عزيز اي فرح لما شاف ناخت هالتي ولا وانا كنت العاسته بهدو ومبيع ايه وعاش عمره بصايت الله وصايتي وثقل وجهه زين وقام يكرهني بحيث بقت تلعب روحه من حكايتي الله وتالي بين لي مثل مال الحرام ايه سنين المبيه وادربي مو مالته الله سنين المبيه وادربي مو مالته من كثر حزني بكيت لمرايتي من مرايتك فيها حسره هي افتقدتها مرايتك لو موجود لا حسني انا قلت له انا اقصد مرايتي اللي اباوع عليها من تشوفني اي اكو ناس او اشخاص على شكل مرايه اي اكو ناس عندي اصدقاء وعندي اخوي وعندي امي انا حاسبهم مرايتي هذول مرايتك ابوي اي والله اليوم انت كنت مرايتنا فدوى لقلبك اليوم كنت حبيبنا الله يعزك اليوم كنت قمر فدوى لعمرك لهذا البرنامج فدوى لقلبك كلمه اخيره لجمهورك ناسك شكرا بالبداية إليك وشكراً على الدعوة وشكراً للجمهور على فضل المشاهدة وشكراً لكل الناس طبعاً أعتذر يعني على عن الغياب شوي عن فترة مع الغياب شوي أنت طالب شاطر حتى لو تغيب فدوى لعمرك وشكراً لهم على تواصلهم زيان. على استماعهم ولي وشكراً إليك وشكراً لكادر القناة أريدك تواعدنا تكون ضيف مرة ثانية ببرنامجنا برنامج جواهر وعد زلنا. شكرا لوعدك فدوى لقلبك شكرا لمصداقيتك شكرا لانسانيتك فدوى لعمرك الى هنا احبتي وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع الحبيب المبدع حكيم الفريجي تقبلوا تحيات كادر برنامج جواهر تحياتي انا اخوكم الشاعر والاعلامي علي نعيم الدراجي الى اللقاء